رجل جاء بالصنم الذي كانت تعبده القرية، لما أسلموا قلت لهم هل يوجد صنم، من كان عنده صنم يأتي به، فهذا الصنم كانت تعبده القرية كلها معظمهم، وهو الامرأة عارية أو شبه عارية يعبدون هذه. نعم. طيب ائتي بشيء من القش حتى نحرق هذا الوثن. يا هذا الوثن يا أيها المسلمون، الصنم يعبده هذه القرية، لكن الحمد لله أسلموا. انظروا يا أيها الناس إلى عقول البشرية حينما تنحط إلى الشرك. ماذا تعبد من دون الله عز وجل؟ الحمد لله الذي هدانا للتوحيد والإسلام. الحمد لله الذي طهر عقولنا من الشرك. أعطيه هو يكسر، أعطيه يكسر بنفسه. الله أكبر. الله أكبر.